صورة جميلة ما شاء الله. مشاهد وتفاصيل كثيرة أظهرتها مواجهة الزعيم وفارس الدهناء، بدءا مما جسدته دموع محمد الكويكبي من طموحات الاتفاق الكبيرة، مرورا بجماهير صاحب الأرض والضيف العاشقة. فالجماهير الزرقاء حلت أينما حل الزعيم، وعنوان رحلتها لمؤازرته أمام الاتفاق كانت بشعار يمنع خسارة النقاط. أما جماهير منافسي فارس الدهناء فللسعي وراء موقع أفضل حضرت خلف فريقها وبقوة، والقوة أرادها الجزائري رئيس بولحي بتعليماته لزملائه، فيما الهدوء كان شعار المخضرم العماني علي الحبسي. الأداء المميز لأبناء المدرب الشاب سعد الشهري لن يجد أفضل من المتصدر لتأكيده، والانطلاق السريع للاعبي أجبر الهلال على الحذر وتجنب الأخطاء في البداية، وهو ما لم يدم طويلا بعد أن ظهرت شخصية الزعيم على أرض الميدان. ومع ذلك فهجماته بدت قليلة ولم تخدع ملحي ودفاعاته. عابد يحافظ على كرة عرضية حلوة، الكرة ولمسة. نقطة التحول كاد أن يبصم عليها صاحب الضيافة، وبطلها كان عبد الرحمن العبود، فلولا راية الحكم المساعد والتي أترك لكم التعليق عليها لكانت لمسته كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء. الأرجنتيني خوان براون شعر بالقلق مما يرى، ولاعبه بذات الحال كانت أوضاعهم، فكان لابد له من الدخول أكثر في الأجواء وترجمة سيطرته إلى أهداف، فكان له ما أراد في تهديد الحارس مبلحي لكن دون تحويلها للشباك. في الثاني ظهرت نوايا الهلال الهجومية سريعا، فتخلى براون عن حذره وسعى خلف الهدف دون غيره، فتحصل لاعبوه على عدة فرص في البداية قبل أن يأتي العقاب من قبل صاحب الأرض وتحديدا عبر محمد الكويكبي. يا إلهي، الهدف لم يشفع للكويكبي ولم يمنع الشهري من تبديله، وهو ما لم يكن راضيا عليه، وظهرت نتيجته في الدموع، فيما الجدار الدفاعي لزملائه أجبر الهلال على عدم إظهار ردة فعل سريعة، لكنه وضع المدرب براون أمام خيار العائد من الإصابة السوري عمر خربين، ومعه تحسن أداء الزعيم قليلا، ومع ذلك فمحاولاته لم تكن بالمستوى المطلوب. فارس الدهناء لم يقف مكتوف الأيدي أمام الزعيم، فكان التنظيم الدفاعي شعاره والمرتدات السريعة سلاحه، فأضاع في الأولى محمد السبيعي أخطرها قبل أن يتحصل المصري حسين السيد على ركلة جزاء في الثانية، تكفل بتنفيذها الاستوفاكي فيليب كيش. ورغم تقليص محمد الشلهوب الفارق في الوقت البديل إلا أن نتيجته لم تكن كافية لتجنيب الهلال الخسارة أو لحرمان الاتفاق من العلامة الكاملة. نور الجاموس، صدى الملاعب.